أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرياً 2025 ميلادية. وأوضحت الداخلية أن التقديم سيبدأ اعتباراً من الأربعاء 30 من أكتوبر الجاري وحتى السبت 16 من نوفمبر بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية، التقديم اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر 2024 حتى السبت 16 من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. لا شريك لك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، ووفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. لك والملك لا شريك لك. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.